يتربى على قيمة، يعرف معنى قيمة الوقت. كما يقوم الفنان بتحفيز وتشجيع الأطفال للإبداع، وذلك بتشويقهم من خلال المواضيع الهادفة التي يقوم بإنجازها من ورق الكرتون. باش يكون فيها ما يكونش فيه ملل، ويكون فيها نقولوا حب للنشاط هذا. كل مرة نعمل تحفة جديدة أو سوجي جديد، موضوع جديد باش ننجزوه، نمر بمراحل عديدة، وهي نبدأ بالرسم على الكرتون، ثم القص، عملية القص، ثم نعمل كما نقولوا التجميع هذاك الاسامبلاج هذاك عن طريق اللصق بالبيستولي تاعنا تاع السيليكون. وهكذا الطفل يتعلم عدة تقنيات من خلال استعمال الوسائل التي نستعملها في المادة، في القص ولا في اللصق. يتعلم يكون تولي عنده المرونة، المرونة في استعمال هذه الأدوات، ويتعلم استعمال يتعلم قيمة الوقت، باش ما يضيعش الوقت، ويعرف كيفاش يستعمل يوظف الوقت نتاعو في هذا النشاط من خلال المراحل المتبعة لإنجاز التحف الفنية. الفنان إبراهيم بالقريشي تحدث لنا عن الهدف الذي سطره من خلال ممارسته هذا الفن. نغرس في الأذهان تاع الشباب والأطفال وحتى الكبار أهمية المواد اللي ترمى في الطبيعة، كنفايات، وبالأخص المادة اللي نعملوا بها الكرتون، نقدروا نعملوا بها عدة أمور، عدة مشاريع في الرسكالة، الرسكالة بكل التشعب، بكلمة ما تحمله من معنى، بتشعبها العريض. والهدف الأساسي هو أن نصل إلى توعية الأجيال بأهمية الحفاظ على المحيط البيئي، واستعمال المواد التي ترمى في الطبيعة كنفايات في تقنيات أو في أفكار تجسد في الواقع، وتكون تكون عندها فائدة للمجتمع.